أيها الإخوة المواطنون، يسأل الكثيرون لماذا تأخر النصر ولما طالت مدته، ومتى الفرج بعد الضيق، ومتى اليسر بعد العسر؟ أيها الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء أقول إن من مسلمات العقيدة الصحيحة أن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. الحقيقة إننا نؤمن إيماناً لا شك فيه بأن في تأخر النصر حكمة وخيراً، علمها من علمها وجهلها من جهلها، فالذي يقع إنما يقع بعلمه وحكمته جل جلاله. فقد يتأخر النصر لأن الأمة لم تبذل كل جهودها، ولم تستفرغ الوسع في مواجهة عدوها، فلو تحقق لها النصر سريعاً فلن تكون قوية بحيث تستطيع حماية إنجازاتها وتحصين نتائج نصرها. ولو تحقق النصر قبل بذل كل جهد ممكن لربما فقدته سريعاً كما حققته سريعاً لعدم قدرتها على حمايته طويلاً. إذن لابد من أن تبذل الأمة كل ما في طاقاتها من قوة وآخر ما تملكه من رصيد، فلا تستبقي عزيزاً ولا غالياً إلا وتقدمه هيناً رخيصاً في سبيل الله، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وقد قيل إن الله تعالى يقوي الطغاة ويمدهم حتى يقول ضعاف الإيمان أين الله، ثم إنه ليظهر آياته للمؤمنين حتى يقول الكفار لا إله إلا الله. أيها الأحباب، قد يتأخر النصر حتى تدرك الأمة أن النصر من الله تعالى وحده، فتقطع الأمة علاقاتها بكل المخلوقات وتتجه إليه وحده سبحانه وتعالى طالبة منه النصر والفرج. قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أما القلوب الضعيفة غالباً ما تتعلق بجهات أرضية قوية، ترى وتتوهم أن النصر لن يتحقق إلا عن طريقها، وكلما تأخر الفرج توجهت القلوب إلى الله وحده، واستيأست مما عند المخلوقين، ووثقت بما عند الله تعالى. إذن عندما يبطئ النصر تزيد الأمة صلتها بربها، وتعلم يقيناً أن الأمر بيده وحده، وأن الحل لن يأتي لا من شرق الأرض ولا من غربها ولا من شمالها ولا من جنوبها، إنما يأتي من عنده تعالى وحده. عندئذ تتوجه إليه بالعبادة والتوكل. قال تعالى: وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. فما أمر الله جل جلاله الناس بالعبادة والتوكل إلا بعد أن طمأنهم بأن الأمر كله بيده وحده. وهذا الإطمئنان قد يتحقق لفئة قليلة من الناس في بداية الامتحان، ولكنه لا يتحقق للغالبية إلا عند شداد الكرب وتأخر الفرج. أيها الأحباب، قد يتأخر النصر لتتسع دائرة الممتحنين، ففي بداية الأزمة قد لا تعدو نسبة الخاضعين للامتحان 5%، لكنها بعد عام ونصف قد تصل إلى 80%. يقول الله تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فبين تعالى بوضوح أنه لا يحقق النصر السريع الحكمة المرجوة من الابتلاء. ولا شك في أن تأخر النصر له ثمن غال، ولا سيما إذا كان هذا الثمن أرواحاً بريئة وممتلكات ثمينة. ولكن الله تعالى طمأن الناس فقال: والذين قتلوا في سبيل الله فليضل أعمالهم
سيهديهم ويصلح بالهم. ولقد جرت سنة الله في الكون أن يمر الأفراد كل فرد منهم بطورين، طور فيه يسر وهناءة وسرور، وطور فيه عسر وضيق وحزن، وما ينطبق على الأفراد ينطبق على الأمم والجماعات. فقد شاء الله جل جلاله أن تمر الأمم بحالة من الضيق الذي يعقبه فرج بإذنه تعالى. وبين الله تعالى هذه المتلازمة بقوله: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقد شرح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال في كلام مقتضب موجز رائع: لن يغلب عسر يسرين. فالعسر إذا جاء معرفا في الآيتين فهو واحد، واليسر جاء منكرا فهو يسران. وقد جرت سنة الله عز وجل أن الرجال لا يمتحنون في حال الرخاء واليسر، إنما يمتحنون في حال الضيق والعسر. كما أن المركبة لا تمتحن أو لا يمتحن محركها وهي في طريق نازلة، إنما تمتحن وهي في طريق صاعدة. فالله تعالى لم يمحص المؤمنين وهم بين أهليهم وأولادهم، إنما يمحصهم حين يشتد الكرب وتبلغ القلوب الحناجر. وقد قال تعالى: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال جل جلاله: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. عندها ينكشف الثابتون على الحق بثباتهم، ويظهر النفاق المنافقين بنفاقهم. فما كان معلوما عند الله خافيا عن الناس يعلم لدى الناس، وعندئذ يستحق أهل الجنة الجنة ويستحق أهل النار النار. فالمحن تفرز الناس وتضع كلا في موضعه الذي يستحقه. وقد يتأخر النصر حتى ينكشف للناس زيف الباطل من أجل أن يكفروا به، ويميز الله الخبيث من الطيب. فالأوراق في بداية الامتحان كثيرا ما تختلط، ولكن حينما يطول أمد الامتحان تجتمع كلمة الأمة على الحق وأهله، وتنبذ الباطل وأهله. فالباطل قد يخدع بعض الناس لبعض الوقت، ولكن من المستحيل أن يخدع كل الناس لكل الوقت. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وأخيرا أيها الإخوة، أذكركم بقوله تعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وبقوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. اللهم ارحم شهداءنا، وداوي جرحانا، وفك أسر المعتقلين، وأحسن خلاص المسجونين، وأهلك الظالمين بالظالمين. يعني في امتحانات صعبة، الله بقوي الطغاة، بقوي الطغاة، بقوي الطغاة، وفي أحيان كثيرة يفعلون ما يقولون، بدمروا حتى يقول ضعيف الإيمان أين الله. هذا أصعب امتحان. في معركة الخندق قال بعضهم: أيعدنا صاحبكم، ما قال رسول الله، صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الإمام الشافعي سئل: ندعو الله بالتأييد أم بشيء آخر؟ فقال أم بالابتلاء؟ فقال: لن تمكن قبل أن تبتلى.
يعني والله الذي لا إله إلا هو لا أصدق مؤمن يشم رائحة الجنة دون أن يبتلى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ قد تفتن ببيتك، كل ما أجاك واحد تفرجيه على البيت 400 متر، طيب هذا اللي تفرجيه على البيت بيته 100 متر 90 متر وفقير، ما في داعي تعرض عضلاتك أمامه، هذا خطأ كبير. يعني في أخطاء كثيرة جداً، إما أن تستعلي، إما أن تختال على من حولك. فالإنسان أيام يتكلم كلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم 70 خريفاً، يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. يعني السيدة عائشة قالت عن ضرتها إنها قصيرة، اسمعوا الجواب النبوي، قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. قصيرة الآن باللقاءات النسائية، يعني الحديث عن بعضهن بعضاً شيء يتناول الشكل والأصل والفصل والأناقة والثياب، شيء مو معقول إطلاقاً. لذلك الله عز وجل يقوي الطغاة إلى أن يقول ضعيف الإيمان أين الله؟ يعني في امتحانات صعبة، يعني في أيام فهم ساذج، أنا لو الله ابتلاني أنا بنجح، من قال لك ذلك؟ من قال لك ذلك؟ قد لا تنجح بالامتحان. نعم. الآن الأمة أحياناً تتعلق آمالها على غير الله، الغرب يدعم، هذه الجهة القوية تدعمنا، هذه معنا، فبينسى الله عز وجل. والبطولة أنه ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، حينما تتوهم جهة غير الله وقعت في الشرك، وقعت في الشرك الخفي. والنبي الكريم يقول أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. حينما تعتمد على صديق له منصب رفيع، أو على ابن ماله وفير، أو على مكانة اجتماعية، أو على زوجة غنية، حينما تعتمد على غير الله وقعت في الشرك الخفي. الشرك الجلي قل ما يكون في العالم الإسلامي، أن تقول بوذا إله، أي موارد إطلاقاً، لكن الذي نخاف من الشرك الخفي. يعني ورد في بعض الأقوال لسيدنا علي رضي الله عنه قال الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. نملة سمراء تمشي على صخرة كبيرة صماء في ليلة ظلماء، تسمع صوتها؟ تسمع حركة أرجلها؟ مستحيل. وأدناه أن تحب على جور، وأن ترضى وأن تغضب على عدل. يعني واحد نصحك بأدب، الذي فعلته لا يجوز، ما بتتحمل. كيف تجرأ ونصحني؟ كيف تجرأ وذكر لي ذلك؟ هذا شرك، أشركت نفسك مع الله. يعني وأدناه أن ترضى على جور، يعني لك صديق ما بيصلي، ماله حرام، قاعد بالبيت، فهيم فهيم، ابنك سمع منك فهيم، فأرسلت ابنك إليه لقيت وجد في أشياء ما ترضي الله عز وجل، تمدحه، قد لا تستطيع أن تذمه أحياناً، مقبول منك ذلك، أما أن تمدحه بخلاف ما هو عليه هذا خطأ كبير، وقد تزل القدم وقد تلغى دعوة مديدة بهذا الخطأ. لذلك حينما نتوقع النصر من جهة أرضية نعتمد على زيد أو على عبيد أو على هذه الجهة،
على الغرب، على الشرق، على الشمال، على الجنوب، على الدعم الفلاني، على الإنفاق الفلاني، على الخطة الفلانية، هذا نوع من الشرك. بس هذا لا يتناقض مع لو أنه إنسان كان موحداً الله أمره بالأخذ بالأسباب. يعني في خط رفيع بين أن تأخذ بالأسباب وأنت موقن أن الفعال هو الله، وبين أن تأخذ بالأسباب على أن الحل بها وتنسى الله. ماذا فعل الغرب؟ الغرب أخذ بالأسباب بأعلى مستوى واعتمد عليها وألهها، فوقع في وادي الشرك. ما فعلنا نحن؟ لم نأخذ بها أصلاً، وقعنا في وادي المعصية. طيب ما الصواب؟ الصواب أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. فلذلك لما يكون في اعتماد على جهات أرضية وعلى زيد أو عبيد والجهة الفلانية يتأخر النصر، إلى أن ترى أن الله وحده هو الناصر. يعني هل هناك أرقى من الصحابة؟ نخبه المجتمع، المجتمع الأمثل، إن الله اختارني واختار لي أصحابي. هؤلاء الصحابة الكرام في بدر انتصروا، قالوا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هم وفيهم رسول الله في غزوة حنين لم ينتصروا. لماذا؟ قال لن نغلب من قلة، نحن كثر. اعتمدوا على كثرتهم ولم يعتمدوا على الله. هذا خطأ بالشرك. المسلمون لم ينتصروا في أحد لأنهم عصوا رسول الله، فلو انتصروا لسقطت طاعة رسول الله. والمسلمون لم ينتصروا في حنين لأنهم اعتدوا بقوتهم وعددهم ولم يعتدوا بفضل الله عليهم، فلو أنهم انتصروا لسقط التوحيد. لو أن المسلمين انتصروا في أحد لسقطت طاعة رسول الله، لو أنهم انتصروا في حنين لسقط التوحيد. فلذلك درس التوحيد وبدر درسان بليغان يحتاجهما كل مؤمن كل يوم، وقد أقول كل ساعة. يعني بتقول الله بيتولاك، بتقول أنا بيتخلى عنك. جرب هذا الدرس، تحتاجه كل يوم وكل ساعة. فأنت بين التولي والتخلي، نقي واحدة. قبل إلقاء درس، قبل دخول إلى امتحان، قبل دخول إلى البيت، قبل خروج من بيت، يجب أن تفتقر إلى الله عز وجل. والله الدعاء الذي أنا أقوله دائماً، اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. أحياناً يتأخر النصر، لأنه لو جاء النصر بعد شهر الممتحنون 5%، لكن بعد سنة الممتحنون 90%. أي الله عز وجل قادر ينصر من عنده، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يعني الله أراد لهذا المؤمن أن يكتسب شرف الجهاد، فترك له مقاومة الأعداء، لكن الله عز وجل برجفة واحدة فإذا هم جميعاً خامدون. برجفة واحدة، بزلزال واحد، الله قوي بيده كل شيء، لكن ترك لنا أن نكسب شرف الجهاد في سبيل الله. أخواننا الكرام، الجهاد، لما بقول جهاد، أخواننا معظم الأخوة الكرام بيتوارد على ذهنهم القتال. الحقيقة في جهاد النفس والهوى هذا أصل، لأنه الذي يهزم أمام نفسه لا يستطيع أن يقاوم نملة. هي واحدة، جهاد النفس والهوى. في الجهاد البنائي، البنائي، أنت لما تتقن عملك تسهم في قوة هذه الأمة. في جهاد دعوي، وجاهدهم به، تعود على من؟ القرآن، جهاداً كبيراً. صار في جهاد النفس والهوى، جهاد بنائي، جهاد دعوي، وفي النهاية في جهاد قتالي.
فإذا نجحت في جهاد النفس والهوى وفي الجهاد الدعوي والبنائي الآن يمكن أن يأتي وقت الجهاد القتالي. أرجو الله سبحانه وتعالى أن نتقن جهاد النفس والهوى بادئ ذي بدء، هذا الأصل، وبعدها نرتقي إلى الجهاد الدعوي ثم الجهاد البنائي من خلال اختصاصاتكم وحرفكم، وحينما يأذن الله للمسلمين أن ينتصروا على أعدائهم يسلكون الطريق الرابع وهو الجهاد القتالي. والحمد لله رب العالمين.